السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. لو ظهر قدامك حالة من الحالات اللي انت هتشوفها دلوقتي دي، زي سواد في الرقبة، سواد تحت الإبط، سواد ما بين تنايات الدراعات او الركب، فالموضوع بيبقى صعب شوية. لان انت انا بصراحة انا كمحمد تحسين كنت فاكر ان الموضوع عدم نظافه من الاشخاص، يعني كنت مثلا بفتكر الناس دي مثلا ما بتستحماش او حاجه زي كده، وكمان يعني للاسف هي ظهرت لي قبل كده زمان. فكنت يعني كنت بستخدم مستحضرات تجميل واللي انا ليفه بقى وحاجات كتير قوي عشان الموضوع ده. فاكتشفت ان الموضوع من الانتيريور اورجانز، من حاجات الاعضاء الداخليه. فالفكره كلها في ايه؟ لما دورت في الموضوع اكتر لاحظت ان الموضوع ده ليه علاقه بمرض السكر. هفهمك الفكره. الفكره في ايه؟ ان مرض السكر او السكر ده بيجي منين؟ بيجي من قله كفاءه الانسولين. الانسولين ده هرمون بيتفرز من البنكرياس اللي هو فوق كده تحت الصدر بشويه. الفكره ان البنكرياس بيبقى في الحاله دي بتبقى الانسولين بيبقى قليل او الكفاءه بتاعته بتبقى قليل، فبيضطر الجسم ان هو بيفرز انسولين اكتر واكتر واكتر. فالانسولين ده من الهرمونات البناءه، فبتؤدي الى تضخم الجلد، يعني فتضخم الجلد ده بيؤدي الى السوادات حوالين الرقبه. يعني الجلد لما بيتضخم بيؤدي الى السواد ده. فالسواد ده نتيجته ايه؟ نتيجته ان الانسولين بيتفرز في الجسم بكميه رهيبه وقويه جدا. فايه الحل؟ الحل ان انت حضرتك بتهدي شويه من ان انت ترفع الانسولين في الدم، وتحاول تاكل اكل يعدل من الانسولين في الدم. ايه اكتر حاجه بتعدي الانسولين في الدم او بتقصدي بتعلي الانسولين؟ النشويات او اللي هي الكربوهيدرات والسكريات. السكريات حاول انت ما تاكلش سكريات كتير، وحاول ما تاكلش نشويات كتير، حاول تبقى معتدل ما تاكلش بقوه جدا. الانسولين بيترفع بطريقه بشعه لما السكريات والنشويات بيتفرزوا مره واحده، بيجي حاجه اسمها سبايك تضرب لفوق. فعشان تتجنب الهالات الحاجات السوداء اللي بتظهر حوالين الرقبه او الدراعات او تحت الابط او الرجلين، حاول انك تبعد عن الاكل اللي بيعلي الانسولين في الدم، علشان يبقى الانسولين معتدل في الجسم، فيضطر ان الحاجات السوداء دي تختفي تدريجيا. فشكرا جدا ليكم. انا بصراحه انا يعني كنت مبسوط قوي ان انا يعني عرفت معلومه زي كده. انا صح انا سايب لكم المصادر تحت في الديسكريبشن، واللي ما يعرفش يجيب الديسكريبشن اضغط على الاسم بتاع او العنوان الفيديو، وانت هيظهر لك كده زي يعني زي قائمه هتنزل هيجيب لك المصادر. ان شاء الله هسيب لكم كذا مصدر وكذا لينك تحت عشان تتاكدوا من كلامي، علشان انا مش دكتور، انا بصراحه انا بواحد بوصل معلومه بس. بصراحه المعلومه كانت فايداني، وبصراحه انا استفدت منها، وكنت فاكرها الموضوع يعني كنت فاكره ليه علاقه بالنظافه، اكتشفت ان هو ليه علاقه بالحاجات اللي جوه. فشكرا جدا ليكم، واتمنى حضرتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. احنا بنتكلم عن كذا حاجه، مش بنتكلم عن الصحه بس، بنتكلم عن الرياضه، بنتكلم عن بناء العضلات، بنتكلم عن الساعات الجميله دي، ساعات الايد، وكمان بنتكلم عن الابلكيشنز وازاي تستخدم الموبايل. محمد تحسين، قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.